لكن هو كل حر في اختياراته. الشعب المصري بعد هزيمة يونيو 67 يعني خرج في الشوارع، يعني قيل إن الاتحاد الاشتراكي في وقتها هو الذي عبأ وحشد المصريين، كلام غير منطقي وغير معقول، لكن فطرة المصري هي التي جعلته أن يخرج ويعترض وينتفض ويرفض تنحي جمال عبد الناصر ويريد استكمال المسيرة. هذا هو الوعي المصري. فأنت يعني لا تتعالى وتقول ذلك مثلا غير عقلاني، أنه كيف يتسنى ذلك، ما هو هذه هي الديمقراطية، هذه هي الإرادة الشعبية. هل تعتقد أن المؤثرون كما يطلقون عليهم فقدوا تأثيرهم على العامة؟ المؤثرون قد فقدوا تأثيرهم على العامة نتيجة أن الظروف وتلك وملاحقة الأحداث وجدوا الآتي: إن كانوا يتدثرون بالقيم الغربية الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالغرب قد تعرى وسقطت ورقة التوت وظهر ذلك القبح وتلك الدمامل وذلك والبثرات في هذا الوجه الغربي، إنه لا يهتم ولا بالإنسان ولا حقوق الإنسان ولا يحزنون، وأنه يفرق ما بين الأوكراني والفلسطيني، ما بين العربي وما بين الأوروبي. نعم، بالفعل ازدواجية المعايير فضحت الوجه القبيح للغرب بكل الشعارات التي يعني حارب بها في دول كثيرة ودمرها تحت هذه الشعارات التي سقطت كل أقنعته مؤخرا. الأمر أستاذة أميرة أكثر وأكبر من ازدواجية المعايير، الأمر هو عدم احترام لآدمية الإنسان، حق الإنسان في الحياة. يعني العالم كله في كفة وفي خندق يطالب، لم يطالب بالعدالة ولا يطالب بالمساواة. نحن العرب والمسلمين والعالم لا نطالب بمساواة مع الإسرائيل، نحن نطالب فقط بهدن إنسانية. هذه الهدن الإنسانية الأمريكي يستخدم الفيتو، يستخدم الفيتو ويمنع هذه الهدن الإنسانية ويشارك في وفي الصباح يصرح أنه هو أكثر موقف مع إنساني اتخذ مع الفلسطينيين. هو يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هو يقول كلام كما أكد الرئيس السيسي، كلام يعني استنفد أغراضه، وكلام منتهي الصلاحية، وكلام لا لزوم له ولا طائل ولا عائد ولا نتيجة. يعني فكرة التو ستيتس سولوشن، حل الدولتين. طب أين الممارسة؟ يعني ما الصيغة؟ كيف يمكن إقامة الدولة الفلسطينية وسط هذه الممارسات وتلك الذخائر وتلك المعدات والبارجات وحاملات الطائرات وهذه السياسات؟ إذن هو يستخدمها كتعويذة، كتميمة، يقول كلمة لتنفيذ أغراضه وأجنداته الخفية في البلاد تحت هذه الوطأة أو هذه الذرائع. جميل، هذه الذرائع قميص عثمان، حصان طروادة من أجل الانقضاض على الثروات العربية، من أجل التواجد في شرق سوريا، التواجد في العراق، التواجد وقدم الأراضي العربية وبناء المستوطنات. هذا هو الهدف وهذا الغاية. ويمكن سؤال حضرتك اللي بتتكلمي عن النخبة أو الموجودون بشكل عام، وهل المؤثرون أصبح لهم ذلك التأثير؟ فنربطه بهذه الممارسات. يعني شاهدنا أن الولايات المتحدة قامت بغزو العراق ومدعية كذبا أنه يمتلك أسلحة دمار شامل، فإذا بهذه أكاذيب، الكذبة الكبرى. طيب مدعية أنها ستنقل وستأتي بالديمقراطية للعراقيين، وكأن الحدقة ترمي كتاكيت الديمقراطية. الديمقراطية ليست هبة من أحد، الديمقراطية نتاج البيئة المحلية، وكل له ديمقراطيته الخاصة به نتيجة مفرداته التراثية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية. أتصور لا تستطيع أن تفرض أنموذجاً أو نموذجاً على شعب أو دولة. يعني فكرة فيما يتعلق بتلك الممارسات وذلك الانفلات الأخلاقي تحت سقف يعني الحرية، لا تستطيع أن تفرض ذلك النموذج على ثقافات وبيئات أخرى. إذن هو كل حر، ولكن هم يتدثرون ويدعون حرية التعبير، كمموا الأفواه، قاموا بفصل المذيعين والصحفيين ورؤساء التحرير العرب الذي أبدوا تعاطفا مع القضية الفلسطينية، منعوا التظاهرات، قيدوا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نستطيع أن نقول أنه درس مجاني للعامة بأن المؤثرون مضللون، وأن مدعين المثالية هم أكثر الناس استغلالا تحت هذا الشعار. لا نستطيع أن نعمم، ولكن أقول إن المؤثر صاحب الأجندة التي يتدثر بالقيم الغربية، الذي أصلا لا تستطيع
أن تتحدث عن حقوق بعينها أو حق شخص واحد وأنت تقتل الملايين. يعني الولايات المتحدة أمريكا يعني تقوم بقتل الملايين في العراق وتقصف في سوريا، وهذا القصف وهذه المجازر في فلسطين في غزة وفي أفغانستان وفي ليبيا، بعد أن تقتل الملايين، بعد أن تشرد الملايين. أنا لا أقوم يعني بتصديقك عندما تتحدث عن حرية صحفي واحد، هذا أمر غير معقول وغير منطقي. أنك مثلا بتهب المؤسسات الأمريكية عندما تصاب قطة بمكروه، يعني ونتحدث عن هذه الرفاهة وهذا الإحساس وهذه المشاعر الطيبة، كلام لا ينطلي على أحد، سياسة خبيثة. كيف أقتنع بأنك يعني مرهف الحس وأنك تدافع عن شخص أو أشخاص على أصابع اليد الواحدة، أو تتحرك أجهزتك التنفيذية لإنقاذ قطة مصابة بمكروه وأنت تقتل الملايين وأنت تشرد الملايين وأنت تشارك في هذه المجازر التي تقتل آلاف الفلسطينيين، مدعيا أن قتل آلاف الأطفال الأبرياء يساهم في الدفاع الشرعي عن إسرائيل. هل الدفاع الشرعي عن إسرائيل يستلزم من مستلزماته قتل آلاف الأطفال، قتل آلاف النساء؟ ألا تتحدثون وصدعتوا رؤوسنا بحقوق المرأة، بحقوق الطفل، بحقوق الإنسان؟ فكيف لكم أن تقتلوا يعني وتشاركوا في هذه المذابح والمجازر ثم تدعوا حقوق بعينها؟ وكما أكد الرئيس السيسي عندما كان له يعني ذلك اللقاء مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، أنه في الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية، الحق في الغذاء، الحق في العلاج، الحق في الدواء، الحق في السكن، هذه حقوق اقتصادية لابد أن يتم توفيرها للمواطن قبل الحديث عن أمور معينة أنتم لستم يعني مقتنعين بها ولن تعطونا دروس، ولكنكم تتخذونها ذرائع ومطية وسلالم لتنفيذ الأجندات، لتنفيذ أجنداتكم. يعني تحدثنا عن السوشيال ميديا وأيضا الإعلام التقليدي، أيضا هذه الانتخابات الرئاسية وهذا الاستحقاق، ونستطيع أن نقول هذا العرس الديمقراطي الذي حدث في مصر أمس واليوم وغدا إن شاء الله كان له أصداء عالمية، يعني في الإعلام العالمي كان له أصداء، كيف ترى هذه الأصداء؟ يعني هذه الأصداء نتيجة قوة الدولة المصرية وأهمية الدولة المصرية وأنها ركيزة الاستقرار وأنها مفتاح للقارة الإفريقية وللبعد العربي وللبعد المتوسطي وللبعد الإسلامي، وهذه الدوائر المتعددة إذا ما أردت أن تلج إلى القارة الإفريقية، إذا ما أردت أن تنسج علاقات مع الدول العربية، مع حتى الأوروبيين، لأن مصر يعني لها تلك المزايا الجمركية والعلاقات التجارية الأكثر تميزا، كل ذلك يجعلك حريص على إقامة مثل هكذا علاقات قوية ومتينة مع الدولة المصرية.